الله إليك سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد عندنا مسجد لأهل السنة والتوحيد، ويحاضر فيه أهل السنة، ويبعد عنا ما يقارب من 20 دقيقة مشيا على الأقدام. وفي هذه الأيام قام رجل صوفي يقيم الموارد والأدعية المبتدعة، ويشد الرحلة لزيارة القبور إلى أماكن بعيدة. وقد قام بعمل جمعة في مسجده القريب منا، ودعا الناس إلى الصلاة عنده. فهل يصلي المسلمون في مسجده القريب، أم يبقون على صلاتهم في المسجد البعيد؟ لا، ما دام أنه مبتدع وأنه يسافر لزيارة القبور مبتدع، لا تصلوا معه. ولو أن مسجده قريب منكم اذهبوا إلى مسجد أهل السنة. نعم.